هذه هاد مرتين إن كم هاد علينا إن أجي بدأ نصاعد شبتين إن كل ده ظروف اللي بوعي هذا اللي هذا هاي برنامج كان هذا عن ده فري نهرنتي متصند إن كبدنا آه أيام كسر شقين إني وحنا دع كرتاه إن وأبا هي هي إن نكور شقينه والسلوة التوسيه وعن سلانا هاي رنتي مركع أكتر برنامج هذا نوع عنه كلاه وحا دي قندقو أفرق أيبوت اللي هلو أو كو ترانسميشن كي أما وحي اللي قد بين لها بلاتفورم كي تكنولوجي كي يسيد اللي رسي لها كونتنتس كي أما منهج كي رنتي لغا شقين لها يو devices كي أي كشقين لهايين كلي واحد هالك اللي قدر واجي مركع عن إنترنت شرين سدابة صورت قالوا نقانسها وحن كدة دال الدونا استجع سدي أوفلاين كمركع ويهاي عن وش قيسين لهاي إن شاء الله قرادة إذا كلي research and development كان قدر إن شاء الله سيد أخس عنا وأنا قصة شباب الدون عدو الحيد هذا صيم مالها هي كذا أما بعديها أما أنا أديك إنترنت كتيرين لو جود بالها وهي هدف كان إنه لان هاي تنتي أو عن قبل ما أنت وما له تاريخية أو أين أفرد إنه إن إسبدل وكوكين الدونه وحين ما أنت هلكن كدة فرينا ومد إن إيه مجتمع إنه أورن لقي يابو طبعا لباتن سنادات إلى هدي عمرك إنه قسمه إن سامين تأوي يا شيء إن إنه قيمين هنتي أي إنه كسامين كرنا وحي إنه كتشرنا وحلي ده هذا fourth industrial revolution أو technology جوهرية أما هالنقطة artificial intelligence كأما هالنقطة internet of other things أو machine to machine learning لا سامين أيهم إنه حتى وحي إنه هالكن كهاللي إنه وحويان human interaction كي معلم كي يأردقي وستوس إسكو هذا مارك تحدقية لكن هنتي قرر وكسي كنت وكسي قد بدونا وحوسي قد بدونا وحال اللي هي artificial intelligence كا شركة اللي هذا سكويرل أو يدو كشق إيسا نكا هو مدح ده هيوحو شيقية إن مارك كاسو كلالا ساميه إن تقريبا 10 times أرديكو وعشرده هنا يفهم كسيد وحو فهمي وكوان عكسانان دونو هبكا عادقة مركا نقونيس محايا لي معلومات كيدي تدي وحا أرورينا إياه أو انتراكشن كاسو ننصمينا إياه ومشيند دبدوي بروسس كرينا إياه المها يقابك يسيدو أرديك وحو فهمي أي أنالايز كرينا إياه وحي سو ساريان دبدد وحيابيه لغسي هورمر لها أورن أي سو ساريان سيدي نكو ورقب نو ما انت حنون كان يمد وحو سببي ووي جو خوري The Guardian أي قرتي سيدي بقول يكونتن مليون أو أردي إني هاد اسكولي دي دبدد كتشوغان وحفلي يدي نك انتين سومان لان وحفلي وزير كل صدح بقول اللافر بقولوكم إني هنا نتردى سكوتشرين إنه من وحين هل كانوا تشوفنا إنتينا سدابة إنه وجهه اللي كرنا وح برشدي ويحس وضن كران كلي وح أنجا شركة هان مركز لقي ما ده برنامج كون فنت تعلها ما دام أو بحد وح برشدي ما أنت هل كان لوردي هاي ما دام أو ما دحدي الدولة ده أو إنه كربنا سياسة دي وحلوها قلها إفرد ده هل كان إن كود الشقينه سيدا وقف ضد اللود الجارسين لها وحقيب طلبات نقنصة وحويا وح حد كابياش يدق عليه نوردسن محا كدمن أو أنه كسي دول سكرنا فنت وحيا وبضم بنوقر شيسن أنه قلت لقل إن شاء الله لولا الكين كالجدسن أنه إنترنت كتشرين سيدا أنه كجارسين لحين أرضده يا معلمين تنا سيدي يجو كلفوك أيسكو سو قاعد لها عين إن هصمينا إن شاء الله برنامج كانوا حصور تجلينا يا إن رنتي وسويتو ضد ماركت أقول وعلم له
oo raba in cilmiga tabiyaan iyo dad baahi u qaba oo ardaya oo iyana raba inay ka faa'iidaystaan. Waa fursad cusub oo runtii aan isleenahay intii hore way usoo abuuri doontaa. Kolley eryooyinka ama waxyaabaha ay u baahan tahay bulshadu marka la eego in laga kaabo oo maaragtay gaab analysiska waxa la yidhaahdo la sameeyo, kolley wasiirka waxbarashada inala fadhiyo oo sidan ka warhayay macxad daraasadan lahaa oo macluumaadkaas runtii wax fara badan haya. Waxaynu samayn karnaa oo uu inoo samaynayaa inaynu focus garayno meelaha qaarkood. Halkee buu gaab analysisku marka la sameeyo waxbarashadii, halkee bay u baahan tahay inaynu baritaanka ardaydeena ka samayno, ma dhinaca luuqadda, ma dhinaca xisaabaadka, ma dhinaca sayniska, ma dhinaca teknolojiyadda, halkeenu u baahanahay in la sameeyo. Runtii barnaamijyadan oo kale oo barnaamijyada baritaanka u noqonaya inay isdhex galaan hadafkii dowladnimo iyo baahidii ummadda, anana aanu noqono runtii dadkii uga faa'iideynayay iyo shirkadii uga faa'iideynaysay technology-ga. Waxaan runtii ka bixi lahaa iyadoo runtii halkan aynu rabno in maaragtay wasiiradeennuna iyana aragtidooda runtii ay ka dhiibtaan, inaynu ka wada shaqayno, uunu diyaar u nahay inaynu gacmaha isqabsanno hadday noqoto sidii aynu devices-ka jaban u heli lahayn. Taa Sheekh Maxamed sheegay oo kale oo inoo suurto gelinaya in si aan kala qoqob lahayn bulshada aynu u wada gaarsiin karno, waayo bulshada haddii uu kala taganaasho ku timaado ama mid waxbarasho ama mid dhaqaale, bulshada waxaa la hubaa inuu burbur kusoo food leeyahay. Taas inagoo ka duuleynaa inaanay dhicin, waxaan runtii halkan doonaynaa inaan ka ballan qaadno in wixii loo baahnaa ee technology ah ama kaaba dhaqaale ee annaga dhinacayaga nagu xidhnaa insha allah intaanu gacan ka geysan karo inaanu ka geysanno insha allah. Aada iyo aada baa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiinan.